اليوم احنا متواجدين بصالون الرئيس للرجال بإمارة دبي. حابين اليوم نتعرف على الخدمات اللي بتقدموها اليوم في صالون الرئيس بشكل عام. اليوم الصالون يمكن يتميز في موضوع تصميم الصالون انه في موجود في حي سكني في إمارة دبي، ولكن طريقة تصميم المكان وحتى الريحة اللي نحن نستخدمها كرائحة، مثلا جهاز الرائحة اللي موجود عندنا مستخدمين اللي هو لأحد أفخم الفنادق الموجودة على مستوى إمارة دبي، فاستخدمناها على أساس أن تكون رائحة المكان حتى تكون متميزة. اليوم إذا يزبون للحلاق هو يبغي يأخذ راحته، سواء كان كنظافة المكان، سواء حتى في تصميم المكان، وكذلك ريحة المكان. اليوم تدخل ريحة المكان بعد تأثر في الواحد، فأنت اليوم خلاص أن بنى عندك الكونسبت تصميم المكان يثبت عندك، بالإضافة إلى رائحة المكان بعد تثبت عندك أنت كشخص. فأنت خلاص أنت أوريدي اليوم تميز الحلاق بتصميمه، بالإضافة إلى اليونيك سمل اللي نحن نسميها بالنسبة للحلاق. هاي يمكن احنا حاولنا من بداية مراحل تصميم الحلاق أن يكون عندنا بعض الأشياء اللي تميزنا. اليوم يوم فتحنا الحلاق في منطقة سكنية، اليوم نحن عارفين حلاليق اللي تكون في منطقة سكنية تختلف عن الحلاليق اللي موجودة تكون في المولات أو في المراكز التجارية أو حتى في المناطق اللي فيها محلات التسوق. فحاولنا اليوم أن نوفر خدمات تختلف عن الخدمات المتوفرة في الحلاليق الثانية اللي موجودة في الحلاليق السكنية. فقدرنا اليوم من ناحية تصميم المكان أن يكون في خدمات اللي هو البديكير والمانيكير، بإضافة للخدمات الرئيسية اللي موجودة فيها اللي هو حلاقة الشعر واللحية والتنظيف البشرة والبخار. فحاولنا أن نكون نحن موفر كل الخدمات هاي في مكان واحد. جميل جدا. اليوم شو اللي بيميز صالون الرئيس عن باقي الصالونات؟ اللي يميز اليوم صالون الرئيس، الناس كلها تتفاجئ لما تشوف تصميم المكان، وتتفاجئ من نظافة المكان وحتى طريقة ترتيب المكان. ففي بالها ان اليوم اسعارنا عالية، ولكن بالعكس نحن اليوم حاولنا ان نكسب الزبون كأول هدف لنا. ما فكرنا في ناحية المكسب المادي غير ان نحن الأولوية في ان نكسب الزبون في المرحلة الأولية. فبالتالي انت اليوم لازم تكون اسعارك تنافسية. ما تبغي انت اليوم ترفع اسعارك لانك انت اليوم مثلا اوكي صح ان الحلاق يبين عليه فخم من ناحيه الاثاث، من ناحيه الاجهزه المستخدمه فيها، من ناحيه ترتيب المكان، ولكن الاسعار اللي موجوده فيها تنافسيه مقارنه باسعار الحلاليق اللي موجوده حوالينا او الصالونات الثانيه. صحيح. طبعا حابين ايضا نتعرف على الرؤيه المستقبليه لحضرتكم لتطوير صالون الرئيس، وين بنشوفكم بالمستقبل بإذن الله؟ نحن اليوم الفكرة ما كانت فقط أن نسوي حلاق واحد. الفكرة اليوم أن نبني استراتيجية للحلاق بحيث أن يكون عندنا مجموعة اللي هو الرئيس للحلاقة. فاليوم هذا كونسبت أولي نحن سويناه كحلاق الرئيس للرجال، بحيث أن اليوم نبني هذا الكونسبت ونطوره بحيث ان يكون عندنا مجموعه الرئيس للحلاقه. فحاولنا ان اليوم يكون عندنا تصميم خاص فينا، شعار خاص فينا، بالاضافه الى اللي هو المنتجات اللي نحن ياسين نحاول. نحن اليوم مع ياسين نتواصل مع عده شركات اللي تنتج الادوات الخاصه بالحلاقه، من ناحيه المواد التجميليه، من ناحيه الكريمات، من ناحيه الادوات اللي تستخدم في الحلاقه، ان يكون عندنا منتج خاص فينا نحن. حتى اليوم نحن وين مرينا على عدة محلات، يعني اليوم من حلقة أصحاب الصالون ما خلينا الموضوع مفتوح، لا نحن بأنفسنا نزلنا لمزودي المواد الحلاقة اللي موجودة في سواء كانت في إمارة دبي، سواء كانت في إمارة الشارجة أو إمارات الثانية، بحيث أن يكون عندنا منتج خاص فينا نحن. جميل جدا. أيضا حابين نعرف المشاهدين والمستمعين أيضا على الموقع الجغرافي لصالون الرئيس وكيفية التواصل معكم. اليوم صالون الرئيس موجود في منطقة في مدينة دبي، في منطقة المحيصنة الرابعة. فاليوم كل حد يقدر اليوم يبحث على الصالون عن طريق
سواء كان عن طريق اللي هو جوجل ماب يكتب صالون الرئيس للرجال فيقدر يوصل لموقع الحلاق إن شاء الله. وسائل التواصل للصالون عندنا طبعا وسائل التواصل المختلفة، عندنا حسابات في انستغرام، حساب في السناب شات ممكن احنا نوفرها، ممكن احنا نعطيك سكرين شوت مثلا يكون الحسابات موجودة، يعني سهولة في الوصول لصالون الرئيس عبر الموقع الجغرافي، وايضا سوف تظهر جميع وسائل التواصل لصالون الرئيس أسفل الشاشة. زوروا صالون الرئيس راح تشوفوا ديكور راح يعجبكم، وأيضا خدمة راح تعجبكم، روائح طيبة عطرة، وأيضا أسعار تنافسية وأسعار يعني صراحة ما نحصلها بأماكن ثانية بإمارة دبي.